عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورش عمل تحت عنوان ركيزة إدارة حكومية فاعلة، ومن خلالها تم تحديد الأولويات الخاصة بالخطة الخمسية القادمة وتحديد المشاريع المستقبلية وآلية التطبيق التي تؤدي إلى تقدم الكويت في المؤشرات الدولية. لتحقيق رؤية كويت جديدة في تحولها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار وللمشاركة في صياغة الخطة الخمسية القادمة، عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورشتي عمل ركيزة إدارة حكومية فاعلة، وهي إحدى الركائز السبع لخطة التنمية. تأتي هذه الورشة حقيقة ضمن سلسلة من الورش والفعاليات لإنجاز أعمال الخطة الإنمائية الثالثة اللي هي 2025. شارك بالورشة ممثلين من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وخلالها تم تحديد الأولويات والمشروعات التي تؤدي إلى تقدم الكويت في المؤشرات الدولية. اليوم حقيقة ركزنا على إدارة حكومية فاعلة، تحدثنا عن البرامج الموجودة فيها، المشاريع واختيار المشاريع، أيضا التحديات، إعداد مشاريع ذات جودة مرتبطة بمؤشرات دولية عالمية ترفع من مستوى المؤشرات الموجودة في دولة الكويت. وتتركز رؤية الكويت القادمة على خمسة محاور، منها تحسين الجهاز الحكومي وتعزيز الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.